مربى التين عباره عن ايه؟ هنحتاج كيلو تين برشومي. في الفاكهه او الفاكهه اللي بتتعمل مربى عموما لازم انتقاء نوع الفاكهه ضروري جدا علشان المربى تقعد معاكي فتره طويله وما تبصش منك، فضروري جدا ان يكون الفاكهه نوعيتها كويسه. يعني ايه؟ يعني نقيها تكون طازه ما فيهاش اي حاجه بايظه، ناضجه يعني مستويه على شجرتها. مش هجيب حاجه خضراء ولا اجيب حاجه مهريه، لا لازم تجيب الحاجه كده مستويه وفي نفس الوقت محتفظه بشكلها وقوامها، ما فيهاش اي حته بايظه، علشان ناخد مربى بعد كده الناتج النهائي يقعد معانا فتره طويله طعمه حلو وما يخسرش مننا. نقول بقى التين، علشان التين بالذات احيانا بيبقى فيه حاجات فاسده ممكن تبوظ لي المربى كلها. فعندنا كيلو تين متنظف وطبعا مغسول ومتنظف متقطع والوزن بعد التنظيف. هنحتاج له 3 كوبايات سكر، نص كوبايه ميه، ربع كوبايه عصير ليمون او معلقتين عصير ليمون، وكمان ممكن نضيف عليه عودين قرفه وعودين قرنفل، برده بيدوا طعم حلو، ده للي حابب يدي نكهه، انما هنعملها احنا كده اللي هي نقول عليها ايه، الاوريجينال اللي ما فيهاش اي حاجه. نجيب حله، حلتنا فين يا جماعه؟ بسم الله. الحله الصغيره فين؟ هي الفاضيه اللي محطوطه على البوتاجاز؟ لا هي الفاضيه. تمام. تعالوا بينا بقى نحط التين. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس اللي قلناه في الجزر وقلناه في التفاح، ان هو يفضل ان انا احط السكر على التين وبيته في الثلاجه يوم، ده افضل. ما عنديش الوقت ده فهعمله على طول، بس هضيف نص كوبايه الميه اللي احنا حاطينها في المقادير. تعالوا نحط السكر ونص كوبايه الميه. اتفضلي يا ريهام. كده احنا حطينا ايه؟ حطينا التين، حطينا السكر، حطينا ايه، نص كوبايه الميه. واول ما الخليط يغلي كده على النار هبتدي اهدي النار علشان المربى برده تستوي ايه على نار هاديه وناخد نتيجه كويسه. التين يبتدي ينزل السوائل بتاعته ويستوي كده ايه زي ما بنقول على نار هاديه. لازم البرطمانات اللي احنا بنشتغل فيها او هنحط فيها المربى تكون من الازاز، ولازم تكون مغسوله كويس جدا جدا، متنشفه كويس جدا. يفضل كمان ان احنا نكون غسلينها، لو في عندنا غساله اطباق تتغسل تاخد دوره تعقيم فيها، هتطلع معاكي 10 على 10. سيبيها بقى تبرد والمربى كمان تبرد، ابتدي حطي المربى في البرطمان طبعا ناشف وزي الفل. هنحط المربى، يفضل يبقى عندنا شاشه نحطها على وش المربى ونقفل بقى الغطا يكون محكم تماما عشان ما يسربش هوا جوه المربى ويبوظها. انا عن نفسي بفضل ان احنا طبعا نحفظ المربى في الثلاجه. لو انت عامله كميه كبيره، في حد ممكن يجيب قفص تين مثلا ويقول هعمله عشان يكفيني طول السنه، ما احتاجش ان انا اشتري مربى التين من بره. طيب هنحفظه ازاي؟ انا بعمل ايه بقى لما بعمل الكميه الكبيره دي؟ باخد برطمان بحطه في الثلاجه، ده الاستهلاك القريب او الايام القريبه. اما الكميات اللي بزياده ببتدي احطها في اكياس واحطها في الفريزر، بتقعد من السنه للسنه بيجرالهاش اي حاجه. كل ما البرطمان يفضى اطلع كيس افضيه في البرطمان ونبتدي نشتغل منه، دي افضل حاجه. برطمان وانت بتحطي المربى حاولي وانت بتحطيها كده ما يبقاش فيه هواء وانت بتحطي بالمعلقه، فرغي الهواء كده ودكي زي ما بنقول واضغطي كده على المربى علشان لو في اي هواء يخرج، عشان الهواء اللي موجود جوه ده بيعمل على فساد المربى. وزي ما قلنا المربى لازم تكون بارده قبل ما تتحط في البرطمان علشان ما تخسرش معانا. زي ما قلنا شايفين الريم اللي طلع على المربى من فوق، لازم نتخلص منه اهو. بصوا ده، بصوا كده، ده لازم نتخلص منه. فلما يطلع معاكي على طول شيليه عشان المربى تبقى زي ما قلنا كده نقيه وحلوه جدا. سبكت زي ما انتم شايفين، بصوا معايا بصوا. طبعا الجزر عشان ما فيهوش مواد سائله كتير فهو بيبقى كده الى حد ما ناشف شويه. تمام، تعالوا نحط الليمون ونسيب مربى التين كمان تغلي غلوتين.